الله الرحمن الرحيم. الحكم المحلي بمسمياته الواسع والكامل الصلاحيات والفيدرالي غدا أهم المخارج التي يجمع عليها اليمنيون تقريبا لحل أزماتهم الراهنة، وأملا في خلق واقع أفضل ومستقبل مزدهر. جميع فرقاء الحواس السياسية في اليمن تكلموا عن الموضوع، أوردوه في مبادراتهم ومشاريعهم حول الإصلاح السياسي. سنحاول في حلقتنا النقاشية هذه، حلقتنا الحوارية، الوقوف على جوانب الحكم المحلي باعتباره أحد أهم معايير الرشد لكفالة المشاركة المجتمعية في السلطة والقرار، الأهمية والضرورات، المتطلبات والتحديات أمام قيام حكم محلي في اليمن. لحسن حظنا أن المشاركين والحاضرين الذين سيناقشون كل هذه النقاط هم نخبة من المشتغلين في الشأن العام، الشأن السياسي والعام. هؤلاء النخبة أيضا من الأكاديميين، الدكتورة إلهام المتوكل، أستاذ مساعد في كلية الشريعة والقانون قسم القانون العام، مدرسة في أستاذة الحكم المحلي، الأستاذ محسن بن فريد أمين عام حزب رابطة أبناء اليمن رأي، الدكتور محمد المخلافي رئيس لجنة الحقوق والحريات في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. مرحبا بكم. طيب سأعود أسألك حول الدولة المركبة، لكن دعني أسأل الأستاذ محسن بن فريد حول الحكم المحلي والفيدرالية، يعني كيف تفرق بين الحكم المحلي والفيدرالية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيد بأن أكون ضيف لأخت عزيزة، وأنا إلى حد بعيد متابع لما تقوم به من نشاط وجهد، وأنت خير مثال للمرأة اليمنية بأمان. الجانب الثاني لكي يكون لحديثنا معنى، لا ينبغي أن نفصل عن واقع الحال اليوم في اليمن. ليست عندنا رفاهية الخيارات المتعددة في الظرف الراهن الذي تمر به بلادنا اليوم. يمكن إذا كنا في ظروف عادية ومستريحين ونبحث عن خيار أفضل هذا أو ذا أو ذاك لكان من المنطقي أن نناقش. الآن بلادنا تمر بأزمة حقيقية، وينبغي أن نفكر وننطلق في تحليلنا من هذا الواقع ونبحث عن الخيار الذي يلائم هذا الظرف الصعب. الأمر الآخر، الحكم المحلي هو نوع من أنواع الحكم المتعارف عليه في العالم، ولا ينبغي أن يكون عندنا نحن كيمنيين إرهاب حول بعض المسميات، ولا يجب أن يمارس الإرهاب الفكري على أي شخص أو على أي حزب عندما يطرح مخرج أو اجتهاد يعتقد أن فيه مخرج لأزمة البلد التي نعيشها. نحن في حزب الرابطة نفتخر بصدق أن كنا من الرواد في هذا المجال بالتحديد، ويمكن نحن الحزب الوحيد الذي قدم مشروع متكامل للحكم المحلي في عام 1997. وأعتقد لو أخذ بهذه الأفكار لما كنا نناقش اليوم ما هو الحكم المحلي.